بجد يا مروان بقينا واقفين جنب بعض ومش لاقيين كلمه واحده نقولها. انت لو ما كنتيش كلمتيني كنت هكلمك، كنت وحشاني وعايز اسمع صوتك. في حاجات انا خبيتها عليك كان من حقك تعرفها، ممكن اكون خبيتها عليك عشان كنت خايف عليك، بس اللي انا متاكده منه ان انا خبيتها عليك عشان كنت خايفه تروح مني. دول الست ورقات اللي انت كنت بتدور عليهم، اقراه وشوف بعدها هينفع نكمل مع بعض ولا لا. انت عارف هتلاقيني فين. يمكن دي أصعب مرة أكتب فيها هنا. زمان كان الموضوع بالنسبة لي لعبة، في آخر كل يوم كنت بقعد وأكتب قصص، حكايات بحكيها لنفسي وعارف إن ملهاش وجود، جايز عشان أتسلى وجايز عشان أنسى. مفيش حاجة بتمناها من الدنيا أكتر من إن يجي يوم وأنسى فيه كل اللي حواليا، كل حاجة ما عدا النهاردة. كانت أول مرة أشوفها. بقول لك ما اعرفش، انا هظبط مواعيدي واقول لك. انت عندك تصوير؟ خلاص يا نوال، هتفق، انا هتفق واظبط واقول لك. سقفلي دلوقتي. دكتور. انت رميتي نفسك على العربيه، انا ما جيتش جنبك. انت بتتكلم في التليفون وخبطتني وبتزعقلي. دكتور، عايزه دكتور. انا دكتور. تعالي. طب هديكي المستشفى. تعالي. رجلي اتكسرت ولا ايه؟ ولا اتكسرت ولا حاجه، انت زي الفل. تعالي. يا رب. طب شوية. يا رجلي. ايه بس، انت ما فيكيش حاجه، انت كويسه، ما توهميش يا نفسك. يا سلام، لا ده انا تعبانه جدا. طيب انت ايه اللي وجعك؟ ها؟ البوليس. انا عايزه البوليس. بوليس ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انت اللي وقعتي على العربيه. يا سلام، يعني كمان هتطلعني انا اللي غلطانه؟ طب ما انت اتحركتي وزي القرد اهو، ما فيكيش حاجه. ايه؟ ايوه قادره اتحرك، وهروح البوليس وهعمل لك محضر كمان. استني بس، بوليس ايه ومحضر ايه؟ وبعدين انت ترمي نفسك على العربيه. اثبت. هي كده؟ عايزه كام؟ ايه ده؟ هو انا بتاعت فلوس ولا ايه؟ امال عايزه مني ايه؟ عايزك تعزمني على العشاء وتوديني سينما. نعم؟ تعزمني على العشاء وتوديني سينما. اعزمك على العشاء؟ نروح فيلم رعب، في افلام بقى تحفه تهبل بجد. بعدين مالك باصص لي كده ليه؟ يلا بقى اعمل حاجه. في حياتي عدت عليا بنات كتير، لكن البنت اللي شفتها النهارده كانت غير كل اللي عدوا عليا قبلها. فيها شفت حاجه شدتني، وانا اتعودت لما تشد الحاجه. استني. ايوه يا نوال، لا اضطريت ارجع على المستشفى، كان في حاجه كده. معلش خليها بكره، كلميني بكره ونتقابل بكره. يلا مع السلامه. انت لحد دلوقتي ما قلتليش اسمك. وزي ما ظهرت فجاه اختفت فجاه، بس من جوايا كنت عارف اني هشوفها تاني. مش عارف ايه اللي كان مخليني متاكد، ولا كنت عارف هي مين ولا حتى اسمها ايه، بس كنت عارف إن اللي حصل ما بيننا مخلص، ده بدأ.